كل اللي قاعد أسويه قاعد أمشي فقط، وهي في النهاية حتلقاني أو أنا حلقاها أو هي حتلقاني. هو أنت حظك، إذا صدفت مشيت في المكان اللي هي فيه شبطت فيك، شبطت فيك ما فيها كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا عبد العزيز الفايز، وبما أن اليوم حر شوي، وزي ما أنتم شايفين هنا العشب هنا طويل مو مقصوص، فهذا المكان المثالي للقرادة أو التك. القرادة أو زي ما هي معروفة بالإنجليزي بالتك، حشرة سيئة جدا، معليش الدبانة أكلني. اليوم إن شاء الله حوريكم كيف تتخلص منها بالطريقة الصحيحة، بحيث ما تخلي أسنانها تظل جوا مكان العظبة، لأن زي ما أنتم شايفين هنا ما شاء الله خضار وطبيعة، بس في مشكلة في الخضار والطبيعة، في ثمن لازم تدفع. عندنا الحمد لله ما في في الصحاري لا قرادة ولا برادة نظيفة، مع الحر ما حد ما في شيء يقدر يطلع. فاليوم إن شاء الله حأصيد لكم قرادة ووريكم إياها، ووريكم كيف الطريقة الصحيحة لإزالتها، لأنها خطيرة وسيئة ممكن تشيل أمراض. طبعا كل اللي حسويه عشان اصيد القرادة وعشان اخليها تصيدني، اروح اتمشى شوية وخلاص وبرجع البيت، وبشيك على كل جسمي اتأكد انها ما هي موجودة في مكان. لازم تشيك لانها حتلقاها في المكان اللي ما تتوقعه، وما راح تحس بشيء. هذه مشكلتها، انها لما تقرصك ما تحس فيها نهائيا، ما تدري عنها الا وانت تتروش تناظر ولا في حشرة عليك لازق. طبعا في بعضها تكون سامة وبعضها ناقلة لامراض بكتيريا خطيرة، لكن يعني ما أدري صدفت معاي ولا إيش النظام. أنا الحمد لله يعني قرصتني يمكن آلاف المرات، بس ما عمره صارت عندي مضاعفات أكثر من يعني كأنها عضة بعوضة، حبة بسيطة وحكة وخلاص. جلست بالحديقة هذه تمشيت تقريبا نص ساعة، يمكن أعتقد أن هذا وقت كافي. إذا كان في تكس هتكون موجودة علي الحين، فأنا رايح البيت الحين عشان فك الدنيا كلها وشيك. صعب تشيك هنا، شوفكم في البيت. رجعت البيت وشيكت، لقيت ثلاثة اليوم، ثلاثة علي، واحدة قبل حتى أصل البيت لقيت على رقبتي وشلتها، والثانية كانت تمشي على رجلي والحمد لله ما عضتني وشلتها، أوريك إياها الحين، والثالثة هي اللي عضتني، أوريك الحين كيف تطلعها. هذه هي التكة السيئة، عضتني وغارز راسها جوا، يبغى لك أداة زي اللي معاي هذه، والفكرة إنك تعلقها بالأداة هذه وتلفها نهائيا، لا تسحبها سحب. كل اللي راح تسويه إنك راح تلفها تبرمها زي كذا برم، وهي راح تطلع لحالها. هذه هي القرادة، حشرة قبيحة لكن سبحان الله عجيبة وفيها قوة عجيبة سبحان الله. راح تحاول لين ما تقدر تطلع من الصمغ اللي على ستيك نوت الحين. هذه هي قاعدة تحاول، شوف تحرك يديها زي كذا عشان أي حاجة تمر تقدر تمسك فيها، تعلق فيها وتفك نفسها من الصمغ، لكن هي حتقدر في النهاية الحين. شوف كيف تحرك رجولها، هذه قدرت تتحرك، قدرت تطلع نفسها من الصمغ، لكن رجعت حطيتها أنا على الجهة الثانية عشان أقدر أصورها لكم. سبحان الله، العجيب في الحشرة هذه فيها قوة تحمل غير طبيعية،
شوف أنا قاعد أحاول أغزها بالسكين، قوية بشكل غير طبيعي. أول شي تمثل إنها ميتة والسكين عندها، لكن من يوم ما تبعد السكين ترجع تنقلب تحاول ترجع نفسها مرة ثانية. ففي اللحظة هذه قررت إني لازم أتخلص منها.